فقرتنا الأخيرة لليوم رح نحكي فيها عن النقطة اللي كل الأهالي هلا عم يحكوا فيها، وهي عودة المدارس ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا. كيف فينا يمكن نهيئ الأطفال والأولاد لهي النقطة؟ بعض الأهالي خايفين شوي من إنه يبعثوا أولادهم على المدارس، بعض الأهالي رح يبعثوهم ضمن إجراءات معينة. طبعا رح نحكي كيف ممكن نهيئ الأطفال، نوعيهم أيضا بهي النقطة، خاصة انه هالسنه هي مختلفه كثير عن السنوات اللي قبلها من حيث هالوباء اللي ان شاء الله بمر على خير وسلام على سوريا. لهيك رح نحكي اكثر مع رندا علي ديب، اخصائيه تربويه واجتماعيه. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. صباح رندا، شو الاخبار؟ تمام، اهلا وسهلا. تمام، يعني الكبير والصغير والولاد كله كورونا كورونا كورونا، صار حديث الدنيا كلها، ويمكن تعودنا على عادات المعقمات الكمامة، وحتى في كمامات للأولاد لحتى يحبوها ويحطوها ويقتنعوا فيها. من بعد يمكن مرحلة، هي المرحلة هلأ في مرحلة المدرسة، كيف بدنا نخلي الأولاد يستمروا إنه هن يضلوا بحالة النظافة من المدرسة؟ كتير في اختلاطات يعني. تماماً. هلا نحن دائما بنعرف انه الطفل ما بيقدر يكون عنده هذا الوعي الكامل، لانه كيف يستخدم ايديه، كيف يحطهم على وشه، كيف يمسك الاشياء، فهذا نحن بدنا نعتبره صار نمط حياه. يعني نحن خلص صار في عندنا نمط حياه معين، غالبيا الطبقه الاكبر اللي عندنا بمجتمعنا هي بتحافظ على هي الطقوس اللي بتخص النظافه والتعقيم، ولكن هلا صار في عنايه بطريقه معينة. للأسف اللي عم بشوفه هلأ إنه عم بيرتبط ما بين أنا أكون من الأساس معودة ابني إنه يغسل إيديه مثلا بشكل دوري أو بشكل دائم، قبل الأكل، بعد الحمام، كل ما لمس شيء خارجي من اشتراء أو شيء، فأنا ما بين كنت عوده لأنه هيك لازم ليحافظ بشكل عام، إنه هيك نحن متعودين، ما بين هلأ صار لأ انتبه لا تمرض. فهو عم بيرتبط دائما بخوف وقلق، الطفل لسه ما له مبرر عنده قد ما نحن مبرر عنه. لهيك بالعكس انا هون كثير بدي نبه على نقطه للاهل، انه لا يكون اعطي المفتاح لابني لانه يستفزني بهذا الموضوع. فانا كل ما بدي اقول له ما تحط ايدك على وشك، بده يحط ايده على وشه. نفس الشيء الموضوع بده ينتقل للمدرسه. لهيك انا دائما بقول للاهل، هلا نحن قعدنا فتره منيحه بالحجر وبعدين صرنا نطلع بوقايه معينه، بانتباه معين على كثير تفاصيل حياتنا، لازم المفروض هذا الوقت يكون كثير كافي، لانه صار نمط سلوك ثاني واتجاه ثاني للطفل مهما كان عمره صغير. هلا طرقتي لموضوع الكمامه، انا كثير بدي انبه على هذا الموضوع. الطفل يمكن تكون الكمامه بتضره ما بتفيده مثلنا نحن الكبار. الأفضل نحن نلتزم بالتباعد، نلتزم نحن بالنظافة الشخصية، يكون دائما في عنده دائما أنا كيف فيني وعي بدون ما أقول له انتبه واصحك وازرع هذا القلق اللي غير مبرر، انه انا مثلا ممكن اقول له العب انا وانت لعبة، حتى هي بالمدرسة بنعملها ببداية العام الدراسي. كيف انا رح اقول لك مثلا اذا ايدينا نضاف كيف انا فيني شو لازم المس فيهم مثلا، فانا انه كل شيء الا مثلا انه وقت تحط ايدي على وشي فانا مثلا حسقف لك لانه غلط ما بيصير. فعلى هذا اعطيه انا مثل تنبيه ايجابي انه انت لما بدك تعمل هيك هذا ما بيصير، لانه هذا ممكن، واشرح له بطريقه كثير سلسه انه هذا ممكن يعمل لك امراض وممكن يخليك تمرض وتبطل تلعب، مو انه وتبطل مثلا تروح مع رفقاتك او تبطل اخذك مثلا نمشي شوي او شيء، مو لانه رح تمرض وتقعد بالبيت وشوف كيف هذا مثلا. يعني في تفاصيل مخيفه للطفل هي ما لها مبرره لسه، صحيح. يفضل نتجنبها بالوقت الحالي. نعم رندا، يعني مثل ما حكينا انه كثير من الاهالي متخوفين شوي من العوده للمدارس، خلينا نقول بظل وباء كورونا. الاجراءات الوقائيه اكدت عليها وزاره التربيه، لكن الاهالي عم بيقولوا بس انه ما بدنا بس للمدارس النموذجيه والخاصه يكون في هي العنايه وهي التوعيه من قبل الكادر التدريسي ويمكن التعقيم والاجراءات، لا بدنا بالمدارس الحكوميه كمان. هي النقطه كمان خلينا نحكي عليها، انه قد ما قعدوا بالنهايه بدهم يرجعوا للمدرسه، بس خلينا يعني نعطي هيك خطوات حتى الاهل فعلا يتشجعوا
يبعثوا اولادهم، كيف فيهم يعني يوصلون هي المعلومه اللي انت عم تحكي عليها، انه وخاصه بالاعمار الصغيره يعني الصف الاول الثاني، هدول الاعمار اللي ما كثير واعيه مثل ما قلتي. تماما. هلا انا رح اقسم لك المجموعات العمريه بين تحت الخمس سنين والمرحله الابتدائيه الاولى والثانيه. دائما انا بالمرحله الاولى والثانيه اللي هي من الاول للسادس واكبر، هدول دائما بيكون الوعي عندهم قابليه لانهم يظهروا بانه هن كبار، هن بيقدروا يعملوا كل شيء ماما وبابا بيعملوه او المعلمه بتعمله، فهذا الجانب كتير مفيد لانه خلص اخذ هذا النمط الحياه بالفتره السابقه حيقدر يطبقه. خصوصي لما بيكون في شخص راشد عم بينمزجه هو وعم بيقلده وعم بياخذ هالتفاصيل منه. تحت الخمس سنين هون دائما هذا الطفل بنقول ذاكرته كثير ذاكره السمكه، انه بيتعلم الشغله بينساها بعد شوي فورا. لهيك التكرار والعاده هي انسب شيء. من ناحيه الوقايه والتعقيم وزاره التربيه والصحه كثير مشكورين، عم بيكون في متابعه دائمه بمواد التعقيم والتنظيف سواء بالمدارس العامه وسواء بال خاصة، ولكن الفرق بين العامة والخاصة يمكن العدد. دائما مشان نكون واقعيين بالعامة بيكون الأعداد الأطفال أكثر، هون كان في كتير احتمالات إنه ممكن يتقسم الأعداد أو ممكن يكون في تناوب أو ممكن يكون في تباعد معين، لأنه دائما حتى المدارس العامة هي بتكون مساحتها أكبر، في عدد منيح من المدارس العامة هي مساحتها كبيرة، فهذا بيساعد لأنه يكون في تباعد كتير مناسب. وبالحقيقة أنسب شيء للمدرسة إنه مثل ما قلتي أول على الآخر راجعين، لازم يكون في تباعد أهم بكتير بالأعمار الصغيرة. الكمامة اللي هي ممكن تضره وما تفيده كتير مفيد أنا علمه إنه أنت إلك أشيائك الخاصة من مواد تعقيم، من محارمك، من التغسيل، كتير مهم ننتبه في تفصيل نحن من زمان مننبه عليه، موضوع نظافة الأظافير، موضوع ضب الشعر، هذا كتير تفاصيل بسيطة ولكن هي حتكون كتير إيجابية ومجدية بالفترة اللاحقة. تمام. مرينتا بالدقائق الأخيرة خلينا نحكي، هلا بنشوف الأولاد كلهم عم بدهم يلعبوا، بدهم يعني خلص عن جد ملوا بالبيت وحتى بالمدرسة بدهم يلعبوا بالباحة، بدهم يتجمعوا، كيف بدنا نقنعهم يحطوا الكمامة؟ هي ما حد يعني بس انه يحطوها وقايه شوي، لانه بتعرفي الاولاد كيف بدنا يقعدوا يلعبوا بالاراضي، يحطوا ايديهم بتمهم، يعني شوي وقايه بس على القليله بالباحه. هلا مثل ما قلت لك الاعمار الاكبر ما في حيكون مشكله فيها لانهم حيقلدوا بطريقه كثير جيده اهلهم يعني والمدرسين. صح نعطيهم خيارات هي فيها رسوم وقصص وحركات تماما، ممكن نعطيهم اشياء هن يصمموها يعملوا كمامتهم البسيطه، ولكن انا بفضل انه ما يستخدمها، انا بفضل علمه انه مثلا لما بدك تروح تشتري من البوفيه تبع المدرسه ما تكون واقف بالعجقه، بعد عن العجقه، يكون في نظام معين داخل المدرسه، هو المدرسه لازم تماما يكون تفرض. في تماما لازم يكون في قوانين داخليه تقدر تقسم الاطفال بهي الطريقه. نعم نعم. يعني رندا شكرا كثير على هي المعلومات اللي اعطيتينا اياها، وان شاء الله هيك بنشهد عوده للمدارس امنه لجميع الطلاب يعني. وان شاء الله من هون لوقتها تكون تخفت يمكن هجمه كورونا ان شاء الله. يا رب يعني بنتمنى الصحه للجميع والله لا يضر حدا. شكرا لوجودك معنا رندا. شكرا يا رندا. شكرا.